كيف ما قتلته؟ وتعرفي مين بده ياخده؟ لك حق شاهين، مين بده يجيبه؟ طمني، جبت لك شاهين بشحمه وبلحمه. شاهين، معقول يا مي كنت بتعرفه ما بتقوله؟ طب كنت حطني بالجولة أعرف اتصرف. أبوك وبتعرفه، عشت عمري عند هالجماعة بيت سرهم. أولي شاهين وصخري، أبي هولي إخواتي، ربينا سوا ولو. معلش ابني معلش، هيك بده جبل والست ماهر، نحنا ما خصنا. وانت هيك حتقضيها؟ لك وقفي بكي بقى. عايش خليك انت مع أمك. عايش ولك ردوا علي، جاوبوني، كل شيء عم يصير وانا ما عندي خبر فيه ولا علم. انا مالي من كون، انا مالي من هالبيت. ولك اخ ولك تاركني عم ببكي وانتم واكل حالي واحترق والطم على قبل فاضي. فاضي يا الله، ولك فاضي. فاضي يا ابن عمي، فاضي فاضي يا ليل. شو قعدت وسرت حكيتو وترحم عليه وترجع يسامحني؟ ولك الامر فاضي، حضراتكم قاعدين عم تتفرج علي. ولك اخ يا عمي. قومي معي، قومي، خلينا ننزل ناكل لقمتين مع بعض على شط البحر. مش طالعة من هون إلا على المطار ولوحدي. أنت صار شي براسي؟ انهبلتي خلاص؟ وني نور رحمي، لك أنت تخطي.
يلا 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 شدوا الهمة. حدا حكي معكم شيء؟ شوفت عينك عم يتأملونا. شاهين وينه؟ بعده ما اجى. معلم غازي ناطره بالمستودع. شكلهم هالمرة مالهم مصلين على النبي بنوب. خليهم أرضهم وهن حرين فيها. انت شو عم تحكي انت؟ هي لساتها هون بالبلد؟ وين هي هلا؟ لا طمن بعده تاركها عايشة. يا ابو علي اجمع لي الزلم برا. قيصر علاء فراس معه شباب المسار. بغريبة انك جاي لعندي برجليك؟ يعني ولا مؤاخذة لشو لحتى أوثق فيك وانت عيد اليمين؟ ها ما توثق فيك تتأكد بنفسك، بس حط براسك لأني أنا إيده اليمين ما قادر أعمل شيء، كل حركة محسوبة علي. كرمل هيك ما لقيت حدا غيرك يقدر يوقف بوجهه. رودي ما تقولي لي بعدك نايمة. رودي وينك يا حلو؟ ليكني عموه. آه.
شاعل يا ابو علي. توبي علي سلمي بليم. انا الموقع عدناه تعهد بعدم التعرض للأنسة نور رحمة بأي شكل من الأشكال، وأي مكروه يصيبها بتشكلها بعدين لحالك، ها؟ يصيبها أتحمل كامل المسؤولية، وعليه أوقع ثروة فخر الدين. لا جاي طش حافرك يلا. وعد بحضن أمك وبيك، جيت على الموت بإجريك. مظبوط، بس ليش مفكر عمل فيها البطل اللي جاي يفتش عن عشيته؟ هيدا الهبل عندك فوق بالهيبة مش هون. أنا بعرف منيح شو عندي، وبعرف كتير منيح شو عندك. إن شاء الله مفكر أصابع إيديك مثل بعض، ها؟ ما زالك مضي حياتك بالطول وبالعرض ومالك تارك خرم إبرة. بقى لشو التخبيص والعناد؟ اللي رد لشوف. قول شو عندك. بكرة مثل هالوقت تليفوني بده يكون عم يرن، نور بده تكون عم تحكي معي من الشارع، من نص بيروت، من بين الخلق والعالم. على جدتي هيدا الحكي. والله على جدتك، على كوم جتت. أنا هذا اللي عندي. إذا أنت بدك تلعب بدماتك وقف بوش هالبنت لشوف. بعد ما بتعرفني، أنا مستعد افتح جبهة بوشك. لا لا، الجبهة هي شغلي أنا، ما شغلك أنت. تخليك بالوراق والاجتماعات والقصص الصغيرة. أنا عم حكيك هالحكي لأنه هالقصة هي منيحة لسمعتك، ها؟ ما تحديني عم نبهك. لك شو غير رقم الصبغة، ها؟ كالحة وعم ترصف وعاطية على باذنجاني. ما معك كتير وقت، يلا.
معقول؟ مو هي المذيعة؟ هي هي. يسعد لي هالمساء يا ست الكل. يسعد لي مساك، الحمد لله على السلامة. ربي يسلمك. مساء الخير. مساء الخيرات. أهلين. يا أبو علي تعال جاي. تخطف رجلك لعند أبو عيسى والمختار وبتجيبهم معك. يلا. شرفي. وهي كل القصة يا جماعة. يعني الشغلة فيها حياة وموت. مشان هيك أنا جماعتكم ما بدي إياكم تسمعوا القصة من برا. هالمخلوقة هي دايسة بساطي، يعني بالعربي المشبرح، سمعتها من سمعت كل حدا ببيتي. بارك الله فيك يا جبي. لك قليلي هالبلد قديش في ناس مظلومين عم ينظلموا كل يوم. وانت شو رأيك يا أم جبيل؟ جبل ترباية سلطان وتربايتي، وطالما هو هيك شايف خلص نحنا ما بنطلع عن الأصول. ما حدا غير هيك. بس بس شو يا مختار، هي شغلة ما فيها بسبسة. جبل بليز يا ريت تلاقي طريقة تانية. أنا ما بدي أعملكم وجعة راس. يعني ما في وجع راس يا بنت الناس. شو عم تحكي أنت؟ وقفي الله يرضى عليكي. وقفي. هي قدام الله وقدامكم المخلوقة صارت تحت عبايتي، يعني من بعد حماية الله صارت بحمايتي. نحن هون أهلها وناسها، اللي بيصير عليها بيصير علينا. لا عاطلة بتصيبها ولا كلمة بتجرحها. مشكلتها رح تنحل وهي شغلتي، ولما بيروح الخطر إلا الله راد ساعتها كيفها. حبت تمشي بنأمن عليها، والحبت تبقى منشيلها بعيوننا. هاي قطتك؟ ومن اليوم صارت قطتك. وانت وين رح تنام؟ برا بالجنينة. صحيح برد حبتين بس الله بعيني رح سمعك لبس. أسألك شوي ما أسألك. اوعك اوعك تقولي لي هيك قدام العالم. سوري ما قصدت. بوعدك انتبه مرة تانية. ما تحكي لي الهم. معك بتتعودي. ليش قدي رح ابقى هون؟ قد ما بدك. بدي. قدي. قد ما بدك. طب خلينا نحكي بالقصة هاي بعدين. ها؟ نحسين؟ نحن الاثنين تعبانين. قليل اللي صار اليوم؟ لا والله مش قليل اللي صار اليوم، ولا قليل شو عملت كرمالي. مش عم صدق انه بعد في حدا مثلك، ولا عم صدق قدي حظي حلو كيف هالصدفة لعبت بشكل حياتي وخلتني اعرفك وحبك. طب ليكي خليني انا امشي احسن ما
وننفضح بقى وتصير سيرتنا على كل لسان. خليني امشي احسن. وانصحك تمشي. طيب قبل ما امشي اعطيني هالعباية. رح نيم فيها الليلة. بنوي. بنوي على خير. اهلا ابو عيسى. عنك يا ابو علي. هلا بابن العم. هلا ضيف غالي كثير والله يا صخر. لا يا ابن عمي، البيت بيتك. الله يديم الحبه بيناتكم. الله الله الله، شو هالمجاملات هي؟ سبقتوهم لبيت فستو ها؟ الحقيقة شهاين مدري شو صاير، مستحي هيك ملبك، ما قبل يجي لهون إلا ليشكني على خصم. يا أبو عيسى، أنت بتعرف بيتي مفتوح للغريب قبل القريب. وك الله يخلي البيت وأهله ويرحم أبوك. إيه يا جبي، طالما نحن مش غارب وبنعرف البير وغطاء، خلينا نفوت بالموضوع دغري بدون مقدمات. قول. عم بسمع. هلا الحكي عند شهين، انا هون خلص دوري. احكي لك كلمة يا عم. شو بك يا ابن عمي؟ شو بك ملبك وعم تعرق؟ احكي. الصراحة يا جماعة ماني عارفين حالي منين بدي بلش. يا ابن عمي نحن طوينا صفحة سوداء. والله يخزي الشيطان. أنت أخي وصاخر بيعرف معزته عندي. لهيك بتمنى ما تردوني خايب. شو بك يا ابن عمي؟ انت احكي ونحن لها. انا جاي اطلب ايد منى على سنة الله ورسوله.
جبل شو عم تعمل هون؟ ناطرك. مو انت قلت لك تشوفيني؟ ما صار لي ساعة ناطرتك بالأوضة. أوضة شو؟ انت بتحكي عن جد؟ شو فيها؟ شو فيها؟ لا بدك تنتبهي منيح من هالقصص. جبل شو فيه ولو؟ ما نحن بعرف شو نحن وفهمان عليك كتير منيح، بس انت هلا بحمايتي، يعني بدك تنتبهي على كل حركة وعلى كل كلمة. الأصول ما فينا نحيد عنها، هذا لا منيح إليك ولا منيح إلي. بحبك. شو حكينا؟ اي شو قلت؟ ما انت قلت لي انه هون الحب مش عيب. مزبوط، نحن هون كلنا منحب بعضنا البعض. ولا شو؟ اي لا معذرت، خليها شي وحده لكن تقول لك انها بتحبك. اي ولا بقى وصلها بنص راسها. اوف بكير عليك يا لال حكي. بسم الله عليكم، عم نام وقوم على رصاص واسلحه بوجهي وبخلقتي، اقل شيء. طيب قولي لي شو كان بدك مني؟ كنت بدي احكيك كلمين منى. بعرف انه انا ما خصني، بس عن جد انقهرت عليها. والله كلياتنا زعلانين ومقهورين والله. يعني رح تساعدها؟ هي اختي، هي معقولة اخلي فيها شبك انت؟ طيب لكن شو المشكلة؟ امك؟ انا بحكي معها. لا مع امي ما في حكي. صدقني نور، شيلي مزح على جنب، مع امي ما تحكي بهالموضوع هذا خالص. فيني اعرف ليش؟ الشغلة ما لها سهلة عليها. شوفي امي جواتها في ايه بس ما عم تطلع، ما عم تقدر تقولها. اذا هيك تكل علي انا بخليها تقولها. انا بالنسبة لي خلاص سحبت ايدي من الموضوع. جبل انت اخي الكبير ولي امري، تصرف وحل القصة من عندك، ببوس ايدك. لا حول ولا قوة الا بالله. قلت لك لا تحكيها هلا، ما في فايدة. ما حكيتها، ما حكيتها ولا رح حاكيها، بس هي من لما شافت شاهين عنا بالبيت وانا ما بعرف شو صار لها. بدي احضر لكم العشاء. ايه لا لا هلا مو وقت هذا الحكي، اساسا كلياتنا ما لنا نفس ناكل ولا لقمة. ما بيصير يا معلم، يعني ساوي لنا ركبة قهوة الله يرضى عليكي. تكرم عينك. شو الله يعطينا خير هالجمعة. لوين رايحة؟ بدي اطلع على غرفتي، راسي عم يجاني، ماني قدراني اسهر معكم. استني بدي احكي معك كلمتين قدام اخواتك. خلاص خليها لبكرة الصبح، قلت لك ماني قدرانة. منى خليك شوي بليز. شوفي يا بنت، جوازتك من هالبني آدم لا هلأ ولا من قبل كانت بخاطري، بس لأنه كلياتنا منعرف راسك اليابس وعنادك لوين ممكن يودوكي، ولأني بخاف عليك وعلى أخواتك من الفضايح والآل والإلنا، أنا مضطرة أقول لك إني موافقة. موافقة؟ عن جد أمي؟ إيه عن جد، بس على شرط لا تحلمي إني ظلغت بعرسك. الله يبارك فيك. مبروك.